بغينا نخدمو بلادنا ماشي بلاد الناس. حقدتو بنادم تشاف الله وفي قلبي غايب قساس، حيت بغوني مخدر عاف الله من الكاس. انا واحد من الفايقين حفروا لي قبري في حبس، بغاو راسي محنين دوي على الله ونسى الناس لي محنين. عشيري مش على الصاك وداك لي شافر محمي، ما دو علي تحد كلشي قدامو محنين. السلام عليكم. نحن لا نصدر أحكام ولا نقدم استنتاجات، بل نعرض حقائق ونطرح تساؤلات. أكثر من 11 مليون وثيقة هي أكبر تسريب في تاريخ الوثائق السرية المسربة لشركة المحاماة البنامية موساك فونسيكا، المختصة في تبييض الأموال والتهرب الضريبي بمسوغات قانونية، حيث كشفت النقاب عن أسماء وازنة في العالم تتهرب من أداء الضرائب على أموالها وتبيض أخرى تحصل عليها من مصادر غير مشروعة، مثلا نهب المال العام. ولا يهمنا نحن إلا نصيب بلدنا المغرب من هذا التسريب، والذي تمثل في اسم خطير جدا نظرا لحساسية منصبه، منير الماجدي سكرتير الملك وصديق الطفولة أيضا. فقد ورد أنه تعامل أيضا مع الشركة البانامية موساك فونسيكا، فقد قام الرجل المتعدد المناصب وعن طريق شركة مسجلة في الجزر العذراء ذات المميزات الضريبية بشراء باخرة البغاز، والتي شيدت سنة 1930 والتي تساوي مئات ملايين الدولارات، اشتراها للملك محمد السادس. كما أن هذه الشركة الوهمية قامت عن طريق شركة وهمية أخرى مسجلة في لوكسمبورغ باقتناء وتجديد شقة في باريس سنة 2013 بقيمة 42 مليون دولار قبل أن تتم تصفيتها في العام نفسه، وكأنها أسست لغرض شراء الشقة فقط. هذا النوع من التلاعب هو أيضا الطريقة التي يتم بها تبييض الأموال لتتحول من مال غير شرعي إلى شقة مملوكة للشركة المسجلة في جزر العذراء والتي تعود ملكيتها لكاتب الملك. لكن هنا تتبادر للذهن أسئلة كثيرة، لماذا أقدم منير على التحايل؟ وما الغرض منه؟ وما طبيعة الأموال التي تحولت لشقة وباخرة؟ وأيضا ورد اسم كاتب الملك في القائمة التي ضمت مسؤولين حولوا أموالهم لبنما للتهرب من دفع الضرائب لبلدانهم، لأن بنما لا تفرض ضرائب على تلك الأموال. نذكر أن القانون المغربي يجرم الغش الضريبي، ولذلك يتعامل أمثال منير صديق الملك مع موساك فونسيكا لأنها تساعد هؤلاء في جعل تهربهم الضريبي قانوني. الناس بتتكلم على محيط الملك كلام يا أستاذ، ده عنك الكلام، طالب بالملف، طالب بالحجج والبراهين. لكن الآن وقد تكشفت الحقيقة، ألم يكن المغرب سيستفيد من تلك الأموال سواء كانت أموالا مسروقة أو للتهرب من دفع ضرائب عليها؟ كيف يطلب من المواطن الذي يملك دراهم معدودة أن يكون وطنيا وأن يؤدي ضرائب الدخل والسكن وغيرها في حين يتهرب أصحاب الثروات الضخمة، حيث تعتبر ضرائبهم عائدا جيدا لميزانية الدولة؟ هل تحكمون الدولة ومؤسساتها أم تحكمون الدولة العميقة التي أصبحت في العلن بعد تسريبات بنما وغيرها؟ لكن قبل الحلقة التي سنعرفكم فيها على الدولة العميقة، دعنا نتعرف على منير ماجدي كاتب الملك ونطرح السؤال التالي: ألا يعلم الملك بما يجري من حوله وما يفعله أصدقاؤه؟ وهل هذه المرة الأولى التي يعلم الملك بأنشطة كاتبه منير ابن حي التقدم، الحي العادي جدا، حيث تعرف منير على الملك من خلال ابن عمة الملك
اللي كان ابو عمود هو الوزير ديال التعليم وصوب واحد الليسي وصوبوا ولاد في ابناء امراء وفي ابناء وزراء وابناء بعض ولكن اللي غريب خذوا منه عينات من الاحياء الشعبيه والمجهول نوفل رحمه كان يقرا معاه هذه هذا هو السر ديال المجيدي انه كان صديق ديال نوفل تجلس حداه لما بغى يموت داك الشيء الله يرحمه وصاليه وصاليه الولي العهد على الملي انا ذاك قال له انا هذاك عمي وانا ديالي ذاك صرفوا عليه تمشى كمل دراسته هو حيتقدو حي شعبي ربته العائلة المالكة كوفاء لابن العمة نزهة. تذكر جيدا ابن العمة نزهة الذي كان سببا في وصول منير إلى ما هو عليه. عرف منير أنذاك أن الفرصة مواتية للتخلص من مستواه الاجتماعي المتواضع، حيث أصبح بين عشية وضحاها وعقب وفاة الملك الحسن الثاني من بين الشلة التي تسير دفة الحكم أنذاك، ثم تربع بعد ذلك على عرش تسيير مال الملك. تذكر أنه مال الملك يتم تهريبه لبنما لكي لا تؤدى عليه ضرائب، وهذا ما يظهر في الصورة. ربما هرب منير ما جناه من تسيير مال الملك ولا يريد دفع ضرائب للمغرب على ثمار تعبه، أو ربما شيء آخر نحتاج لتفسير، لا بل نحتاج لتحقيق في الأمر. على أي نعود لمنير مسير أموال الملك في سنة 2006، وأثناء انعقاد اجتماع في القصر بخصوص شركة أونا، وبمجرد أن أخذ الكلمة الماجدي ترك الملك مقعده واتجه إليه فأوقعه أرضا واصفا إياه بالجشع. فقد قام الماجدي وتحت عباءة القصر باحتكار اللوحات الإشارية لنفسه في كل ربوع المملكة، حيث وصفته صحيفات لجورنال لسيد اللوحات الإشهارية كناية عن الفيلم الأمريكي سيد الخواتم. لقد احتكر اللوحات الإعلانية في كل مكان، في الطريق السيار، في الشوارع، في محطات القطار. لقد احتكر مجالا كاملا في دولة المغرب لنفسه. أين هو القانون؟ وأيضا بمساعدة حكومة جطو آنذاك، كما أضاف احتكار حتى إعلانات المطارات التي كانت إرثا لعائلة صديقه المرحوم ابن العمة نزهة الذي عرفه على الملك. إنه الوفاء للصديق. الملخص، فالماجدي يقوم بتبييض الأموال أو التهرب من دفع ضرائب للمغرب حسب وثائق بنما، إما لنفسه أو لغيره، خصوصا أنه اشترى باخرة البوغاز كما ذكرنا بمساعدة موساك فونسيكا وعن طريق شركة وهمية للملك. هذه ليست استنتاجات بل احتمالات في غياب تفسير واضح من مؤسسة القصر. نحتاج لتفسير لنفهم تفاصيل الصورة الواضحة بين أيدينا، ألا وهي وجود فساد عميق وكبير ومتوحش. يجب على الرؤوس أن يراجعوا أنفسهم ويعرفوا أن الوطن ملك للجميع وليس مزرعة لهم، وأن الشعب ليس بهيمة فقد حارب الأجداد كلهم لتحريره. نحتاجكم تضربون مثلا في الالتزام والتضحية وحب الوطن. نحن لسنا أعداءكم، نحن ندق ناقوس الخطر. أتساءل باستغراب مع المغاربة، أين هي هذه الثروة؟ أين هي هذه الثروة؟ ولاستفاد منها جميع المغاربة. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.